السلام على الحسين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الإمامين الزكيين الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أولياء، السلام عليك يا حجة الله وابن حججه، السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه، السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجاج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العيل، السلام عليك يا سفينة الحيل، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الطاء الظاهرة للعاقل حجة والثابتة في اليقين معرفة، المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا بالإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.